هاي يا بنات، عاملين ايه النهارده؟ هنعمل لوكت مع بعض، هو طويل شويه بس اهم حاجه تكونوا استفدتوا. اول حاجه طبعا سرعت حب الوكس كويس جدا وطلعتها كده كلها لفوق عشان تكون متساويه، وبعدين هبدا بقى احط كونسيلر. هنزل باقي الكونسيلر على جفن العين كله عشان خاطر في الاخر كله يبقى يدي كده لون مسحوب، عشان برضو الشيدو يبان عليه ويدي افكت او بيجمنت اعلى. طبعا هدمج كويس جدا فوق العين، وبعدين هبدأ افتح البلات دي. كنت عايزة اجربها معاكم، خدت اللون ده اول لون دمجته على الجفن كله، لازم يكون من جوه، من سوري من بره لجوه، من بره لجوه، عشان ده الدمج الصح. تمام، يديك راحة وجاية. بعد كده هبدأ اخد اللون البرتقاني ده او البيش فاتح شوية عشان ادمج بيه الاطراف بتاعة الاي شادو. هبدأ اخد لون شمر كده، بس مش حاسة ان هو مفتح اوي الدنيا، فهبدأ اخد حاجة تاني افتح منه عشان عايزة اضيق فوق العين عند الجفن المتحرك بالظبط. هبدأ تاني انضف بوق العين بالفرشة. بعد كده بقى هبدأ اعمل وينج الايلاينر اللي اصلا ترد جدا على الفيس، وهو اصلا سهل جدا. اول حاجة هبدأ ابص في المراية واعمل زي ما انتوا شايفين خط كده بالطول، وهبدأ ابص في المراية عشان اشوف قصرة العين شكلها عامل ازاي والوصل لحد فين. هبدأ ادخل من اول العين لحد جوه بالراحة خالص، مش عايزة ايدينا تكون مهدوزة عشان خاطر يطلع الخط متساوي، مش زجزاج كده، عشان نعرف نظبطه في الاخر. انا كنت عايزه عريض عشان يبان شويه. بعد كده هبدا استخدم ماسكارا اسنس طبعا اللي بموت فيها، كل شويه برده بتكلم عنها، هبدا استخدمها على رموشي كلها. بعد كده استخدمت رموش اردل وحطيت طبعا بقى سيرم على البشره كلها، عشان برده انا عايزه كميه ترطيب رهيبه عشان انا بشرتي كانت ناشفه جدا. بعد كده طبعا هبدا ادمجه عشان يخش في كل الوش، وبجد بيحسسني بانتعاش رهيب. طبعا حاسه برده ان وشي لسه ناشف بصراحه، فهي احط نسبه مرطب كويسه جدا، بس الوقت برده هحط حاجه خفيفه عشان ما تكونش وشي مدهنن قوي. هحط طبعا البرايمر بتاع مكياج كويتي، حلو جدا، انتوا بتروحوا خلى الحته دي بجد حاسه ان انا عامله فيها فلتر. هستخدم بعد كده فونشن بتاع روزبيري درجه 4، هو اغمق مني بكتير بكتير، بس انا بجد بموت فيه. يعني حتى لو عنده درجه دي ممكن يمكسها مع حاجه تانية افتح عشان يفتح نفسه، بس انا بحب قوي ان اغمق نفسي اساسا. هبدا بعد كده احط على البشره كلها بالتساوي بالفرشه. طبعا هبدا بعد كده استخدم البودي بلندر تكون مبلوله او منديه عشان اساوي بيها او ادمج بيها كل الفونشن اللي انا حاطاه، وبرده هبدا اخد فرشه فلات عشان انضف بيها. شايفين الحته دي كلها محتاجه تنظيف عشان تبقى نفس الشيب ده وكأنها واخده شكل نظيف، مش كله مكلكع كده على بعضه. بعد كده هبدا احط روج، وطبعا هبدا ادمجه واحده واحده بالراحه خالص. بعد كده حاسه شايفين انا حاسه ان هو بيتقل مني. طبعا دي خطوه سهله جدا لو ركزتوا معايا، لكم تركه تحفه للحته دي عشان بتسال السؤال ده بجد من يوم مره. شايفين بكل سهوله اي زياده باخدها على الجنب التاني، على الخد التاني او مناخيري او كده، وابدا بعد كده اظبطها بالبيزو بلندر اللي كان فيه اصلا فاونديشن، فبيخف جدا. وحطيت طبعا كحل ابيض، وطبعا عملت حب، واسيب لكم اللينك بتاع ارسل الحواجب تحت في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف. يعني طبعا حطيت بعد كده نفس اللون اللي حطيته فوق، هو حطيت. بعد كده حطيت طبعا هايلايتر عند مدمع العين عشان ينور العين كلها. حطيت طبعا برضو بلاشر نفس الدرجات بالظبط من روزبيري، انا بعشق حاجات بجد روزبيري، وان شاء الله هعمل لكم برضو ريفيو عن منتجاتها، نعمل ميك اب كامل مع بعض. بعدين طبعا حطيت هايلايتر من مكياج كويتي الدرجه اللي هي الفاتحه مش البيش، حطه كله على وشي عشان انا بعشق حاجه اسمها برضو هايلايتر، بحبه جدا بحطه في كل وشي. اهم حاجه بس ان يكون متناسق ما يكونش اوفر. حط طبعا بقى تحت العين، حاسه عايز انور شويه فحط جليتر كده بيلمع عشان يبين لوك العين كامل. بعدين حطيت روج من فيلرمور. بس كده وده اللوك النهائي، يا رب يكون عجبكم، وانسوا سبسكرايب ولايك، وكمان كومنت حلو تقولوا اشوفكم في فيديو جديد. باي.